فقرتنا الطبية النهاردة بنهديها لكل الستات، كل اللي بيتفرجوا علينا من الستات، البنت والأم المتزوجة التي لم تنجب أيضا، يعني متزوجة ولم تنجب، المتزوجة التي أنجبت، يعني لكل أنواع الستات وللبنات أيضا. فكري كده، كام مرة روحتي زورتي طبيب أمراض النساء للفحص والمتابعة؟ كام مرة رحتي فحصتي الرحم والمبايض بدون أن يكون لديك مشاكل صحية؟ كام مرة بنعمل متابعة يعني بدون متابعة مرتبطة بالإنجاب؟ إمتى آخر مرة كل واحدة فينا زارت دكتور أمراض النساء بعد الولادة؟ إحنا بعد الولادة الموضوع تحس إنه إيه، قفلنا المصنع خلاص، أنا مش عايز أسمع، ما دام الدنيا بقت سليمة مش عايز أسمع عن دكتور أمراض النساء. بنركب مثلا بعد تركيب اللي هو وسيلة منع الحمل، بنركبها وغالبا بننساها، ممكن ننساها سنين، يعني ممكن ننسى الوسيلة سنين وبعدين نقول ياه ده أنا بقالي سنين ما روحتش للدكتورة. ابتدي بقى أحس بالمشاكل بعد سنوات من مرور الزمن، وتبتدي بقى المشاكل اللي احنا عارفينها. الكلام النهاردة عن الرحم وعن المبايض، هي ليست فقط وعاء علشان الإنجاب، ولكن هي أعضاء مهمة في جسم المرأة، مهم إنها تاخد بالها منهم، لانه قد تصاب بامراض، قد تصاب باورام ليفيه، ممكن الاورام دي طبعا تبقى حميده. لكن هل الرحم والمبايض دول موجودين فقط للانجاب، ولا علينا ان احنا نخلي بالنا من هذه الاعضاء عشان تكون صحيه فلا نصاب باي امراض اخرى؟ اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي، دكتور طارق تمارا استاذ امراض النساء والتوليد بجامعه عين شمس، واستشاري علاج العقم واطفال الانابيب ايضا، ودكتور حسام الشنوفي استاذ التوليد والنساء والتوليد بطب القصر العيني. اهلا بيكم يا دكاتره. الناس بتجيلكوا بشكل مستدام يعني راجلر يا دكتور طارق؟ انا عندي ناس بتيجي راجلر. راجلر؟ عندي ناس بتيجي راجلر سنويا. بس من وهم صغيرين ولا يعني من ساعة ما بنتعرف على بعض بشرح لهم ان في سيستم لازم يتعمل، وان في متابعات، وده بيقلل الريسك. في ناس بتستجيب وناس ما بتستجبش. دكتور حسام، الستات في مصر بيجوا بشكل دوري لدكتور امراض النساء، ولا فقط في وقت الولادة او رغبة في عدم الانجاب؟ حسب هي اصلا من انه طبقة اجتماعية، حسب الوظيفة بتاعتها، حسب التاريخ الطبي بتاعها كمان. يعني في واحدة ست هي عارفة ان عندها مشكلة، واجهناها بمشكلة فقلنا لها هي لازم تتابع بالطريقة الدورية المعينة ديت. ما فيش حد بيحب يروح للدكتور كتير مهما كان التخصص بتاعه. ما فيش حد، مش حد دكتور امراض زي دكتور السنان في العالم يعني. شبه دكتور السنان ما بنحبوش برضه، سوري يا جماعه. دي حقيقة. على فكره الموقف في بلاد بره اصعب، مش زي ما احنا فاكرين اسهل. احنا هنا في مصر الدكتور موجود في عيادته، بتتكلم، بتحجز، بتروح. هي بره ليها دور طويل جدا، يعني المروحه للدكتور ده كان مش بسهل. لا هو سيستم طويل. دكتور طارق، امتى تبتدي البنت او الست تروح لدكتور امراض النساء؟ هل لازم قبل يعني وقت الجواز، ولا البنات كمان لازم يروحوا؟ هو المفروض تروح مره اول ما البيريد تجي لها، ما بدايه اول طمث، تشوف بس الدنيا ماشيه معاها، ونشرح لها عشان ما تتخضش واهلها ما يتخضوش ان هيبقى في شويه عدم انتظام في الاول. ومفروض عدم الانتظام ده ما يعني يبقى فترة قصيرة وبعدين تبتدي تنتظم الدورة. لازم برضو ظهور علامات الأنوثة الكاملة تبقى مصاحبة لظهور الدورة. نعم. بعد كده لازم مرة تانية تبتدي تروح ما قبل الزواج، لأن مفروض بتتعمل بعض التحاليل قبل ما تتجوز. ومفروض كمان أول ما بتتجوز بتبتدي بقى التحليلات الدورية الحقيقية اللي مفروض تبتدي تعملها. دي بتساعدها في موضوع الخصوبة وتمنحها من الأورام. هل يعني ان الستات ما بتروحش بشكل، يعني عندنا ارقام بتقول انه اللي بيروحوا لدكتور امراض النساء يعني 70% بيكون ده بعد بقى انقطاع البيريد والدورة او قبل، علشان دي المرحلة الحساسة بالنسبة للستات. لكن غير كده ما بتروحش غير وقت اللي هي
محتاجة الدكتور، يعني مشكلة أو عايزة تخلف أو عايزة ما تخلفش. سؤالي هنا بقى الرحم والمبايض، من إمتى لازم نراعي هذه الأعضاء؟ زي ما الدكتور طارق قال، من أول ما بتوصل فترة البلوغ الدكتور مش لازم تروح له علشان هيكشف عليها أو هيعمل لها عملية أو هيديها علاج. في مهمة تايهة من عندنا شوية اللي هي التعليم. يعني مثلا تفتكري حضرتك كم واحدة عارفة فعلا يعني ايه الدورة الشهرية وايه القصة بتاعت الدورة الشهرية؟ كم من المفاهيم الخاطئة فظيعة. الناس بتعلم نفسها، بتعالج نفسها، وبتسمع معلومات من بعض وبتمشي عليها، بتاخدها امر غالبا بتسمع معلومات من والدتها اللي هي ممكن تبقى من جيل تاني ومن تعليم تاني فبتكمل كده. بالظبط كده. زيارة الدكتور الجزء الاساسي منها هو التعليم. واحدة بلغت احنا عايزين نفهمها هو ايه الدورة الشهرية دي اصلا، ايه اللي بيحصل في جسمها. مثلا معظم السيدات فاكرة ان الدورة الشهرية اولا دي سموم جسمها بيطهرها منها كل دي مقولة بسمعها كتير قوي، معرفش دي جت منين. لا، هي مش سموم ولا حاجة. الدورة الشهرية ديت عبارة عن دورة هرمونات حصلت في جسمها علشان المبيض يوصل بويضة لمرحلة النضوج، تطلع البويضة ديت. هذه الاثناء بطانة الرحم هي التربة قاعدة مستنية جنين يجي يتغرس فيها. لما ما بيحصلش حمل دورة الهرمونات دي تقف، تعمل ريسات، بطانة الرحم تنزل في صورة البيريود وتبدأ القصة من أول وجديد تاني. بناء عليه، رقم واحد، الهرمونات في جسم الست الطبيعي بتاعها إن هي مش ثابتة، عشان دايما أسمع كلمة إيه الأدوية دي بتلعب في الهرمونات. أيوة، هي الهرمونات بتاعت الست أصلا مش ثابتة، الطبيعي بتاعها ان هي عامله زي الاوركسترا، دي كذا هرمون وفي غده اساسيه هي المايسترو. ادي رقم واحد. رقم اتنين، الدوره لما مش بتيجي مش معناها انها متحاشه جوه بطنها. الانتفاخ ده مش معناه ان الدم هو اللي عمال ينفخها كده. لا، ده بسبب ان ما حصلش تبويض وما حصلتش دوره منتظمه، بطانه الرحم ما جاتلهاش الاشاره لسه انها تنزل. هي ما فيش دم متحوش جواها زي ما سيدات هو فكرة. الانتفاخ بيبقى بسبب ان الدورة ما بتنزلش، بيبقى فيه هرمون في الجسم بيزيد. الهرمون ده ليه افكت، يعني تأثير زي تأثير الكورتيزون شوية. فبيجمع شوية مية في الجسم، فاما المية بتتجمع بتحس بشوية انتفاخات في جسمها، والهرمون ده ليه شوية تأثير سايكولوجيكال فبيخليها عصبية شوية، متوترة. فهم معتقدين ان المية اللي اتجمعت دي لا، ده الدورة محبوسة جوه فهي اللي نفخاني. لا، ده هو الهرمون ده زايد فهو اللي منع نزول الدورة. اما منع نزول الدورة ليه تأثير زي تأثير الكورتيزون فبيجمع مية في الجسم. في نفس الوقت الهرمون ده ليه تأثير على المراكز بتاعت الايموشنز بتاعت الجسم، العاطفيه في الجسم، فبتبتدي يحصل فيه نوع من العصبيه الخفيفه. هي ما بيبقاش ديبرشن زي ما هم فاكرين ولا كده، هو بيبقى حاجه اسمها ايموشنال لابيلتي، يعني تذبذب كده. طيب خلصنا الجزء ده، دخلنا الست اتجوزت او البنت اتجوزت وعايزه تمنع الحمل او تؤجل الحمل، ف بنستخدم ادوات منع الحمل بقى، او يعني اللولب بقى والحبوب اللولب. واحده ما خلفتش ما تستخدمش لولب يعني. لا، مش هو مش حاجه مستحبه انها تستخدم لولب، حتى اللولب الصغير. يعني ما خلفتش قبل كده ليه؟ احنا اللولب ممكن يعمل تهبيط، ممكن يقفل انبوبه، ممكن اللولب مش احد يعني. في وسائل ألطف يعني، في مثلا العازل الطبي، في منه النوع الذكري والأنثوي. في ناس ما بتحبوش، في قراص موضعية بتتحط وقت العلاقة الزوجية، دي كويسة. في جل بيتحط، وده بالنسبة للمتجوزين في الأول حاجة لطيفة جدا، لأن ده مزلق يعني لوبريكانت وبيمنع الحمل ويعني بيساعدهم في حاجات كتير. طب ده في المرحله اللي هي لو هي ست ما خلفتش. لكن لو ست خلفت ومش عايزه تخلف تاني، خلفت بقى اتنين ان شاء الله، اتنين بس، ومش عايزه تخلف تاني. هي الموضه دلوقتي طالعه اكتر شويه. الموضه دلوقتي شغاله في ثلاثه وحاجات كده. الموضه ثلاثه عايزين كده. الموضه ثلاثه.
اتنين برضو نرجع نقول اتنين بس ما علينا. هي خلفت وخلاص مش عايزة مزيد من الإنجاب، فنرجع للأكثر استخداما هو اللوب اللولة. برضو وسائل منع الحمل من الحاجات اللي مظلومة في مصر قوي وبطيلها شائعات كتيرة قوي. يعني ليه وسائل منع الحمل كتير؟ لأن مش عشان واحد أحسن من التاني، لأن كل واحد له ميزات وعيوب، مفيش ولا واحد فيهم خطر، وإلا ما كانش هيبقى FDA approved، ما كانش هيبقى أصلا وسيلة موجود. بس كل واحد بيناسب ظروف واحدة وما يناسبش ظروف واحدة تاني. أدي أول نقطة. النقطة التانية بنقسمهم إلى وسائل موضعية زي ما دكتور طارق قال، عيوبهم الوحيدة إن فعاليتهم في منع الحمل أقل شوية، يعني نسبة الفشل في الحماية من الحمل بتاعتهم أقل شوية. في بقى وسائل تانية اللي هي long acting reversible، اللي هي طويلة المدى بس في نفس الوقت أول ما تبطل تستعملها بترجع للخصوبة بتاعتها تاني، اللي هي حبوب منع الحمل اللي هو اللولب، أو اللي هي الحقن اللي بتتاخد يا إما كل شهر يا إما مين بقى الدكتور اللي يحدد؟ لأنه الستات بقى كل واحدة بتسمع تقول لك إيه اللولب النحاسي، اللولب الهرموني، كأنها بقى بلوزة وبتغيرها وحاجة بتغيرها وخدي ده، لا اعملي ده، لا سوي ده. هل ده بقى كلام ناخده من ناس حوالينا ولا لازم طبعا دكتور؟ هرجع أقول نفس الكلام اللي هو قاله، هي مش الدكتور اللي بيحددها لوحده، تاريخ المرض، هي التاريخ المرضي بتاع الحالة وظروفها ومخلفة كام مرة وعندها أي أمراض صحية ولا لأ. يعني مثلا واحدة ما خلفتش خالص قبل كده وحطينا أقراص موضعية، لو حملت مرة واحدة بقى حاملة عندها اتنين تلاتة، لا مش هقول لها خدي أقراص موضعية، يعني في تشانس إن هي تحمل. طيب العزل الطبي ده لكل الناس وفي كل الأوقات، وده الحاجة الوحيدة اللي ملهاش غير ان في ناس ما بتحبوش، لكن هو ملوش أعراض، الحاجة الحقيقية اللي ملهاش أي أعراض جانبية. والحاجة الوحيدة في كل أنواع وسائل منع الحمل اللي ملهاش أي أعراض جانبية هو العزل الطبي، وفي نفس الوقت نسبة نجاحه عالية جدا. طيب هل ممكن وسائل منع الحمل تؤدي بقى، نروح بقى المشاكل المبيض والرحم، هل ممكن تؤدي لأي مشاكل في المبيض أو الرحم، تكيسات، أورام، أي حاجة في القنوات؟ اختيار وسيلة منع الحمل دي حتى مش الدكتور بيألفها على مزاجه، ده حاجة اسمها medical eligibility criteria، يعني قابلية الست للوسيلة دي. يعني مثلا حبوب منع الحمل ايه مزاياها؟ بتمنع اصلا تكوين اكياس على المبيض، بتحمي الست من سرطان بطانة الرحم، حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل بتقلل premenstrual tension اللي هي اعراض ما قبل الطمس والعصبية والحاجات ديت، بتقلل كمية النزيف اثناء الدورة، يعني الستات اللي الدورة بتاعتهم تقيلة لما ياخدوا حبوب منع الحمل بتقلل النزيف بتاعتهم، حتى بتبقى كويسه للي عندهم انيميا مثلا. قصاد كده ممكن يبقى ليها بعض الاعراض الجانبيه، مش اضرار، اعراض جانبيه مثلا تضايق واحده وواحده تانية ما تحسش بيها. بس حبوب منع الحمل بتاخر الحمل بعد خالص بعد كده، ده لو لخبطت فيها وهي بتاخدها ممكن هتحمل عليه. يعني هي منع الحمل على شعر، انما في سيدات ممنوع ياخدوا حبوب منع الحمل. مين بقى مثلا؟ اولا اللي عندها هي او والدتها او خالتها هيستوري بتاع سرطان ثدي ما ينفعش، تجلط في اورده الساقين ما ينفعش، اللي بيبقى عندها صداع نصفي ما ينفعش، ليست طويله جدا، دي مهمه الدكتور ان هو بيعرف القصه دي. طيب نيجي بقى للرحم والمبايض، امتى نبتدي نكشف على الرحم والمبايض للتأكد من انه هذه الاعضاء سليمة، هي جزء من اعضاء الست؟ احنا هنتكلم على مصر، يعني احنا اول ما هنقدر نبتدي نكشف عليهم عشان نعمل تحليل ونتابعهم فعليا عشان الاورام، عشان موضوع الاورام هيبقى بعد الجواز، لان احنا بنحتاج نعمل حاجة اسمها مسحة عنق الرحم عشان نشوف في اي خلايا نشطة في الجهاز التناسلي ولا لا، بنحتاج نعمل موجات فوق صوتية. دلات الاورام دي تعمل في سن كبير شويه، بس ممكن في نبتدي نعمل لو واحده مثلا
السن كبر شويه وما كانتش اتجوزت، نبتدي نشوف مخزون المبيض بتاعها عشان لو عايزه تشوف حل. يعني ممكن تجمد بويضات، هو على فكره ده بقى شائع جدا. تجميد البويضات بقى شائع، بس في حاجات احسن منه دلوقتي. يعني ايه بقى؟ لا، في حاجه اسمها اوفيريان تيشو فريزنج، يعني بنجمد جزء من المبيض. وده هي المشكله ان احنا اما يعني تجميد البويضات بيستخدم في حالات بتنجح وحالات كتير ما بتنجحش. البويضات المجمده عشان الناس بس دايما بتخلط في حاجه بره، يقول لك حضرتك في اج دونيشن بره، في اج دونيشن واحده بتتبرع ببويضه، فبيقولوا نسب نجاح الاج دونيشن عاليه والكلام ده، فييجوا هنا فاكرين ان هي فروزن اج نسبه نجاحها زي الاج دونيشن. الاج دونيشن اللي بتتعمل بره ودي ممنوعه هنا دينيا واثيكالي وكل حاجه، بس هي بتدي فريش اج وقتها، بويضه طازجه وقتها. الفروزن اجز نسب نجاحهم بتبقى اقل شويه عكس الاجنه المجمده، نسبه نجاحها زيها زي لا الاجنه حاجه ثانيه، الاجنه حاجه ثانيه خالص. فدي نسبه نجاحها عاليه جدا، لكن البويضات المجمده نسبه نجاحها اقل شويه. ف بقالنا كام سنه كده في تكنيك جديد طلع اللي اسمه هو تجميد الاجزاء من أجزاء من المبيض، من المبيض من ده بيتعمل في مصر؟ بيتعمل في مصر. طب دكتور حسام رايك ايه في موضوع تجميد البويضات؟ يعني احنا هنا بنتكلم على الست اللي تزوجت او لم تتزوج، ممكن في تاخير في سن الزواج دلوقتي، وبالتالي كتير من البنات بقوا بيفكروا نعمل تجميد بويضات، او الدكتور بيقول كمان تجميد جزء من المبيض نفسه. اوكي، موضوع الحفاظ على الخصوبه ده اصلا بدا في ايه؟ بدا في السيدات اللي هم جالهم سرطان لا قدر الله، وبالتالي يا اما السرطان ذات نفسه يا اما علاج السرطان هيضيع الخصوبه بتاعتهم. طبعا. فهو بدات اصلا من لان هي لو هتاخد كيمو فالعلاج خلاص بيقضي على الدوره وبيقضي على الخصوبه كلها. لو هي مثلا هتضطر تستأصل الرحم وكده فخلاص موضوع انتهى. فهي هنا بالظبط كده اهوت، لان المبيض مش بيصنع بويضات على عكس الراجل. المبيض بيتولد، الست بتولد مخزون، وهنشتغل عليه. لو خلص المخزون ما عندناش طريقه نصنع بويضات جديد. المهم في السيدات اللي بيبقى في الحاله ديت كانت اي نتيجه بنطلع بيها هو نجاح، لان هما كده او كده هيخسروا كل حاجه. احنا النهارده بنواجه العالم كله، يعني مش مصر بس، حاجه اسمها السوشيال فيرتيليتي بروبلم، ان هي السيدات بقوا في مصر وفي العالم كله بقوا عايزين يحملوا في سن متاخر عشان الشغل وعشان الظروف ديت. فبنقدم هنا بقى بيواجهنا برضو مشكله مش اخلاقيه بس منطقيه، ان احنا لازم نفهم ان مهما عملنا مش قادرين نوصل ان احنا نحافظ على الخصوبه بتاعتك الى الابد. فاهمه حضرتك قصدي ايه؟ فاهمه. بمعنى ما هو انت عندك مشكله تانية، لو اخذتي قرار الحمل في سن متاخره فلنفترض ان عندنا بويضات كويسه وهايله. طيب. ما هو جسمك كله بالرحم بكل حاجه ما بقاش مؤهل للحمل زي لما كنتي في العشرينات وفي الثلاثينات. صحيح، بس على الاقل بيكون عندك فرصه. بالظبط. يعني احنا دلوقتي سن البنات بتتجوز خلاص، الثلاثينات ده بقى طبيعي، العشرينات ابتدى يتراجع يعني بشكل كبير، فالثلاثينات بقى طبيعي، وممكن نتقدم في الثلاثينات فوق. فبالتالي بيبقى في البنات على الاقل بيبقى عندهم فكره، طيب ما احافظ على بعض البويضات عشان يبقى عندي امل، ده غير المرض كمان. هو في اويرنس دلوقتي حصل شويه، ان هو بقى فيه، وده في اخر 3 4 سنين بس شفته، بقى في بنات بيتجوزوا رجعوا. يعني كان احنا فضلنا فتره بنقابل الحامل اول مره 30 32 33، في رجعوا اتجوزوا صغيرين. لا دلوقتي بقى عندك 21 و24. صحيح. حصل اويرنس. مشكلتنا دي دلوقتي، لا هو اويرنس والاهالي بيجوزوا بناتهم صغيرين. مش دي الفكره، الفكره اللي عندي ان هو دلوقتي من حق البنت انها تحافظ كمان على ولو نسبه معينه من الامل انها تخلف. طبعا، بس عايزين بقى نقول لها ان القرار ده لازم برضو يتاخد بدري. بدري يعني تبتدي تجمد بويضات امتى؟ احسن حاجه قبل سن ال 35. قبل 35، لان سواء بويضات او انسجه من المبيض هي نفس القصه. انا عايز الحق الحاجه دي احافظ عليها وهي كويسه، عشان لما اجي احاول استعملها يبقى اقدر اطلع منها نتيجه كويسه. يبقى اذا قبل سن 35 يفضل لمن تريد ان تجمد البويضات او تجمد
الأنسجة. أنسجة، وده برضو أنا عايز في جديد. حتة عايز أوضحها سريعا بس عشان أخد فاصل. هو الـ 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 يعني أنا لو أخدت البويضات عند سن 34 سنة وأخدت الأنسجة عند 34 سنة الاثنين هيبقوا بنفس الكفاءة، لكن اللونجيفيتي اللي هو طول الحياة اللي هقدر تعيش فيها البويضات مش هقدر أخزنها غير فترة قصيرة، وبعد كده الكواليتي بتاعتها بتقل. الأوفيريان تيشو فريزنج مفروض ثيوريتيكالي انه مدى الحياه. البويضات بتقعد قد ايه؟ مش قادرين نقول بالظبط، ولكن القواعد في انجلترا بتقول بعد لمده 5 سنين. بيدرسوا دلوقتي ان هم يسمحوا باستعمالها اكتر من 5 سنين بناء على النتائج. والتيشو فريزنج او اللي هو جزء من المبيض لونج لايف اطول شويه. محتاجين سايكلز كتير علشان نعرف نطلع بالمعلومات دي. خدي بالك هو متقال دلوقتي حاليا. بس معلش ممكن عشان اخرج فاصل، التيشو فريزنج ده يعني بناخد جزء من المبيض. جزء من المبيض. طيب وبعدين؟ ولا حاجه. بنخزنه لما البنت بقى بتتجوز او وات ايفر. لو متجوزت وهي لسه فيرتايل خلاص. لو انفيرتايل خلاص. لو اتجوزت والخصوبه خلاص. خلاص بناخد بننشط الانسجه دي بره الجسم، نطلع منها بويضات ونستخدمها تاني. ده في حاجه تمانية كمان الطف من كده. احنا هنقول الست دي وصلت لسن الياس ومش عايزه تاخد هرمون خارجي. التيشو اللي مزروع بره ده هنحقن جزء منه. ده موجود في مصر؟ موجود في مصر يا فندم. بيتعمل في مصر؟ التخزين بيتعمل في مصر والتخصيب بيتعمل في مصر. انا بس مضطر اختلف مع دكتور طارق، اعذرني. احنا لسه الكلام ده كله مش عايزين نبيعه للناس ان هو اكيد. لا انت ايه اللي مش عايزين فين يعني؟ الامريكان كوليدج قالت ان الكلام ده اكيد. ده حضرتك لسه الكلام ده حضرتك مازال لسه الحاجات دي هناك في كندا مصري ما زالت اندر ستاديز وما زالت في سنترز معين. مش عايز اطلع ابيعه للناس ان ده شيء اكيد بينجح. ده سنترز معينه. انما مش كل الناس. والسايكلز اوف ذا ستادي لسه حضرتك دكتور طارق لسه ساكرز وستادي ما بينتش عندنا كفاية. في حالات حملت كتير احنا ما عملناش بيه حالات منوبوز، بس حالات كتير يعني في المنوبوز ديفينتلي هنقول اكيد. مش عايزين نقول للناس ان ده اكيد احنا هنلغي. طب بلاش المنوبوز. ما قبل المنوبوز بيستخدموه طلعوا بيه بويضات. ده بيستخدموه بس مازال مش هو الستاندرد وما يقدروش يقدموه لكل الناس. لان هو في كندا دلوقتي بقى هو مكان الفروزن. مكان الفروزن في كندا. انا بتكلم في مصر يا دكتور، هل ده موجود في مصر؟ موجود في مصر. ان احنا بنخزنه لكن ان احنا نستخدمه. دكتور حسام بيقول لا لسه بدري. دكتور طارق بيقول لا بنقدر نعمل بي. لا هو اصل اللي بيعمله ده مش انا ولا اسامه. ده بيعمله المعمل. بيعمله المعمل. بيقول ان ما نقدرش نعمله. انا مش عايز الناس تسمع الكلام وتفتكر ان هو ده بقى الستاندرد حاليا. هو اللي جاي ممكن، بس احنا لسه ليه مش في المرحله اللي بتشتغل. طيب احنا عندنا في قصر عيني فتحنا اوريدي. انا عارف وفي في كذا معمل بيشتغل. طيب خلوني نخرج فاصل. معلش لازم اخرج فاصل، وده خلاف علمي طبيعي جدا ما بين يعني راي متحفظ الدكتور حسام ان هو لسه ده محتاج. مش بنتكلم على الحفاظ على البويضات او تجميد البويضات، احنا بنتكلم على التجميد الانسجه المبيض وتلقيحها لان احنا او مش تلقيحها ان احنا نقدر نصنع منها نجيب منها بويضه. وبينما دكتور طارق بيقول لا ده خلاص ده تطور بقى موجود بره وممكن يتعمل في مصر. فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد. ما زلنا نتحدث عن امور تخص المراه. اتكلمنا على امتى تروحي لدكتور الامراض النساء، يعني انتظام الدوره، قصه تجميد البويضات لتاخر الزواج. وكان عندنا يعني اختلاف علمي في هذا النقاش. دلوقتي بنتكلم عن الرحم، لان الرحم جزء مهم جدا من الست. بتبقاش عايزه تتخلص منه او حتى تشيله لاي سبب، تستأصله لاي سبب من الاسباب لاسباب نفسيه. حتى لو وصلت لمرحله سن الياس اللي يعني خلاص بقى اكيد مش هتخلف، برضو مش عايزه تستأصل الرحم. دكتور ايه هي امراض الرحم عموما؟ الرحم هو عباره عن عضله معموله من نوع معين من العضلات، فبيصيبها اشهر حاجه خالص الاورام الليفيه. الورم الليفي ده ورم حميد في شكله 100% حميد. لا قدر الله الانواع السرطانيه منه
يعني بتبدا سرطانيه، انما الورم الليفي يعني ما فيش ورم ليفي يقلب. طبعا ما فيش في الطب حاجه عمرها 100%، كل شيء ممكن، بس هو الورم الليفي ورم حميد. هو اصلا مشهور في الاعراق الافريقيه، فالسيدات المصريات بطبع ان هم في افريقيا اوريدي معرضين يبقى عندهم اورام ليفيه. لما عدد الحمل بيقل بنسبه نمو الاورام الليفيه بتزيد اكتر. يعني 15% من السيدات لو عملت لهم سونار وهم مش بيشتكوا من اي حاجه ممكن نلاقي ورم ليفي. انما الورم الليفي ده مش مشكله، هو امتى؟ لما يعمل مشكله. ايه هي مشاكله؟ ان هو يعمل نزيف او اضطرابات في الدوره، او ان هو ياثر على الحمل، او ان حجمه يكبر جدا فيبدا يضغط على الاعضاء اللي حواليه. ايه الانذارات اللي بيديها هذا الاورام اللي فيه؟ اشهرها الاضطرابات في الدوره، نزيف. دي اشهر حاجه فيهم. الحاجه الثانيه انها تبقى حاسه، معظم السيدات بيجوا حاسين بحاجه في بطنهم. هل ده ممكن الست وهي حامل يجي لها ورم ليفي ولا لا؟ يعني مش بيكون بدا وهي حامل، هو بيكون موجود عندها، ويا اما كان مش عامل لها اعراض، فلما بدانا نعمل لها سونار بقى بطريقه دوريه عشان نشوف البيبي، شفنا الورم الليفي. والحمل بيكبر شويه حجم الورم الليفي، فممكن يكون حجمه كان يدوب على الحركرك، كبر شويه بقى مع الحمل فبدا يظهر. وقد يؤدي لولاده مبكره مثلا، او حسب حجمه، لازم يكون حجمه كبير حسب مكانه. دكتور طارق، قبل ما نرجع للرحم تاني، تكيسات المبيض بقى، ودي برضو معروفة جدا وسط الستات. تكيسات المبيض دي بيبقى خلل هرموني أو مقاومة إنسولين. في منها نوعين، نوع معتمد على مقاومة الإنسولين، ده بيجي عادة مع السمنة. وفي النوع التاني اللي هو فيه خلل هرموني أساسي في هرمونات الذكورة بتزيد. فده ممكن يجي لواحدة سمينة أو واحدة نحيفة. فإحنا مفروض نعرف إيه سبب التكيس، هل هو مقاومة إنسولين ولا خلل هرموني. كان زمان بنعمل عملية لتكيسات المبيض بالمنظار، إحنا دلوقتي بنحاول نبعد عن العملية دي، وبيبقى علاج دوائي، لأن تكيس المبيض مش حاجة هعمل عملية أنا شلت التكيسات هترجع بعد 6 شهور. إحنا ما بنعمل لهاش دلوقتي جراحة، دلوقتي العلاج بتاعها علاج دوائي. يعني لو واحدة هرمونات الذكورة عالية بندي أدوية تقلل الهرمونات دي، واحدة عندها مقاومة إنسولين بندي مادة الميتفورمين. فدواء يعني، علاجها دوائي. زمان كان أنا فاكرة التكيسات دي لازم تروح للدكتور وتعملي زي عملية حتى لو بالمنظار. الحاجة التانية، التكيسات بتاعت المبيض مش علاجها الاولي ان انا اعمل اطفال انابيب. يعني مش ان انا عندي تكيس انا رايح اعمل اطفال انابيب عشان انا عندي تكيس. لا، انا اعالج التكيس وغالبا هحمل طبيعي. طب هذه التكيسات قد تؤدي لاورام في المبيض؟ لا، في المبيض لا، هي قد تؤدي لاورام في الرحم برضو. لان اللي بيبقى عالي هرمون الاستروجين فبيعلى قوي، فبيعمل سمك في البطانه. التكيسات المبيض يعني زي ما الرحم بيدي انذارات، المبايض بتدي انذارات. ايه الانذارات اللي بتديها المبايض؟ المبايض بتدي تعمل خلل في الدوره. ده لو بالنسبه ده للتكيسات. لو هي بس ده كمان التكيسات دي بتيجي للسيده اللي هي لسه بتجيلها الدوره، ولا كمان ممكن تيجي للسيده بعد انقطاع الطمس؟ لا، بعد انقطاع الطمس لا ما تجيلهاش. لا لا لا، ده بيبقى هي الفكره بتاعت التكيسات، احنا بنقول عليها تكيسات، هي عباره عن ايه؟ هي البويضه كل شهر بتقعد تكبر 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 لحد بتوصل لحجم معين، وبعدين الحويصله دي تفرقع يخرج منها البويضه. الفكره في تكيس المبيض ان الحويصله بتقعد تكبر، بس ما بتكبرش للحجم النهائي. فبتعمل بتقف عند مرحله معينه وتقف عليها وما تفرقعش، والشهر اللي بعده واحده جنبها واحده جنبها واحده جنبها، صغيرين يعملوا زي عقد لولي حوالين المبيض. فبتبان في السونار كانه عقد لولي، ده الشكل التيبيكال. عادة ما حدش بيستنى لحد ما نشوف الصورة دي، لكن ده العقد، هي بتبقى مجرد حويصلة كبرت وحويصلة وحويصلة جنب بعض حوالين المبيض. فالبويضات مش قادرة تخرج، فالبويضة مش قادرة تخرج، فالدورة الشهرية بتتأخر. فتبتدي تيجي على فترات بعيدة،
او ممكن مره واحده يحصل تبويض كل فترات. دكتور حسام، مين اللي نقول لها لازم تروحي تكشفي على الرحم كل فتره، يعني نشوف سمك الرحم، نشوف حاله الرحم كل فتره بشكل دوري؟ يعني هل في حالات اكتر من حالات؟ اولا اللي اتشخصت ان هي عندها حاله تكيسات، وعايز اشكر لو تكيسات عايز اشكر اصل دكتور طارق قال معلومه مهمه جدا اشكره عليه، ان الناس فاكراها ان طلع لها اكياس على المبيض ففي عمليه هتشيل الاكياس دي، لا دي هي مشكله وظيفيه فعلا، فاحنا عايزينها تتابع بطريقه دوريه. ليه؟ لان لو هي قعد هرمون الاستروجين ده عالي هيعمل تنشيط لبطانه الرحم وده ممكن يؤدي الى سرطان. فكل اللي يعني اي حد عانى من او عانت من تكيسات في المبيض عليها ان تراجع او تكشف او تفحص الرحم بشكل دوري. بالظبط كده. اللي هو ايه، كل سنه؟ لا دي محتاجه تتاكد مع دكتورها ان هي بتجي لها الدوره على الاقل مره كل 3 شهور. يعني أيوة. ان بطانه الرحم بتتجدد، فلا دي محتاجه تيجي مثلا فتره اقصر كمان في الاول لحد ما نتاكد ان الخلل بتاع الهرمون اللي الدكتور طارق شرحه بدا يتعدل شويه، بدات تمارس حياتها بطريقه طبيعيه. محتاجين نتاكد ان هي محافظه على وزنها، لان السمنه في موضوع تكيسات الموبايل بتفرق جدا. يعني ممكن واحده ما عندهاش متلازمه تكيسات الموبايل في وزن معين مش بنفس الخطوره، يعني عندها خطوره اقل من واحده عندها تكيسات موبايل بس في نفس الوزن. لو هي عندها سكر وضغط لازم نتاكد. سكر وضغط، زياده وزن، دي كلها عوامل، دي عوامل بتزيد لزياده فرصه اورام الرحم الليفيه، بطانه الرحم او بطانه الرحم، بطانه الرحم قلقانين منها. لو واحده عندها ورم ليفي واحنا قلنا ان حجمه صغير ومكانه مش عامل مشاكل، ما هي محتاجه تابعه عشان لو بيكبر يبقى برضه نتدخل ونشيله. لو كان بدا يظهر عندها سقوط في الرحم برضه عايزين نشوف الدرجه بتاعته ايه. امتى بنضطر لاستئصال الرحم؟ طب انا بس في حاجه عايز اقولها عشان احنا كنا اتكلمنا عن اللولب الهرموني في الاول. هو اللولب الهرموني قلل لنا كتير قوي من العمليات اللي كنا بنعملها للاورام الليفيه، لان اللولب الهرموني من المميزات العظيمه بتاعته ان لو في ورم ليفي في الرحم بيخليه ينكمش شويه. ف ده حاجه ده يعني من المميزات. ومن الحاجات اللي قللت الجراحه. طيب ارجع تاني، امتى بنضطر نشيل الرحم؟ يعني انا عارفه ان احنا في مصر بنعمل جراحات ازاله الاورام الليفيه دي بمهاره، يعني بالمنظار كمان بالمنظار دلوقتي. يعني يمكن وبنشيل الرحم نفسه بالمنظار. طيب امتى نشيل الرحم؟ امتى نشيل الرحم؟ لو في اورام ليفيه مش مستجيبه لاي حاجه من الحاجات العلاجيه الدوائيه او مسببه نزيف رغم الادويه اللي بنستخدمها. نمره 2، لو في خلايا نشطه مرحله ما قبل السرطان في بطانه الرحم واديناها علاج مره واتنين وما بتستجبش والخلايا النشطه بتتطور فلازم نشيل الرحم. طبعا لو في كانسر في بطانه الرحم طبعا بنشيل الرحم. لو في سقوط مهبلي في سن كبير قوي بنشيل الرحم. هل الستات المصريات موضوع شيل يعني استئصال الرحم ده بالنسبه لهم ايه يا دكتور حسين؟ لا طبعا يعني ثقافيا بتبقى حاجه بيبقى خبر تقيل جدا، بس احنا محتاجين ان احنا نقول لهم انه حتى لو مش هيأثر عليكي بشكل كبير. كتير قوي يقول لي يعني حضرتك عايز تحملي تاني؟ لا خلاص اكيد مش عايزه اطفال تاني. طب احنا محتاجين نشيل الرحم علشان نشيل المشكله خالص، ما يبقاش العرض بيرجع تاني، لان في يمكن استجماتيزيشن او اللي هو افكار كده متأصله في المجتمع ان هي ده هيقلل من الحياه الزوجيه. بيبقوا خايفين جدا، بيبقى هل ده بيأثر على العلاقه الزوجيه؟ لا هي الفكره كلها بقى اللي بيأثر، احنا في حاجه لازم نشرحها، في الرحم وفي المبيض وفي عنق الرحم. سريعا بس وقتنا بيخلص. المبيضين دول المسؤولين عن الهرمونات، فانت مش هتأثري ولا صحيا ولا بشرتك ولا شعرك ولا الحاجات كلها اللي الهرمونز بتعملها مش هتأثر لو احنا سيبنا المبيضين. عنق الرحم هو المسؤول عن العلاقه الزوجيه.
نقدر نشيل الرحم ونسيب عنق الرحم. لو شلنا عنق الرحم، لا مش هنشيل عنق الرحم ما دام ما فيهش المرض، الا لو في سرطان في عنق الرحم، ساعتها بنحافظ على حياتك بالظبط، بننقذ لكن حياتك. العادي ان احنا بنشيل الرحم نسيب عنق الرحم والمبيضين، فالحياه الزوجيه حضرتك مش هتتاثر، ولا المبيضين بتوعك ولا النضاره ولا البشره ولا أي حاجة. شعرك هيقع ولا الكلام ده انا بنسمع طبعا كل ده. رساله بالزبط. سريعه للمراه بقى، للستات اللي لما بيجوا يشيلوا الرحم بيجي لهم بانيك اتاكس، يعني الرسالة ان اذا الدكتور بتاعك شاف انك محتاجة تشيل الرحم فاكيد ده في مصلحتك، لان هو كمان بيحاول يتفادى العملية، فده ياريت تتعمل اجلا قبل ما عاجلا، وتبقى العملية اصعب عاجلا، انا اسف، قبل ما يكون اجلا، وتكون العملية اصعب وعواقبها احسن ومش هيأثر. رسالة في 20 ثانية. في 20 ثانية اعملي التشيك اب السنوي، هتقللي التشانس انك تعملي عملية من الاساس. صح، اعملي تشيك اب الثانوي هتقللي فرص العمليه من الاساس. ولكن حتى اذا كان قرار الطبيب ان انت تستأصلي الرحم، يعني لو انت خلفتي فالموضوع خلص، لو انت عديتي خلاص سن الياس او يعني سن الانجاب، بلاش الياس ده، سن الانجاب، فالموضوع انتهى في النهايه، هو عضو من الاعضاء مش هيأثر على حياتك، المهم حياتك تمشي زي ما هي. شكرا دكاترة، شكرا دكتور طارق، دكتور حسام، وشكرا أعزائي المشاهدين. نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح الخير.